هذا كله في إطار القانون ولا شيء فوق القانون من أحلى راديو الناس. رجعنا لكم من جديد ولله الحمد. مشيت حذامي بوشيبة ضيفنا ضيفنا اليوم الضيف اللي تستناو فيه الناس الكل اللي حكيت لكم عليه من بكري وقدمته. بون خليني نقدمه بطريقتي هكا الخاصة خاطر عنده معزة كبيرة علي أنا. يعني ضيفنا اليوم سبيسيال شوية. بدايته كانت معايا في الليالي البيض وين خذا معايا دور صغير وكنت أنا مساهم بقسط كبير في شهرته، ولكن مالوغوزمون بعد طلع ناكر للجميل ما يتفكرش أصحابه كي وصل مرحلة الشهرة ووصل للتوب بتاعه، ولا يعني الناس يصحابه معاش يهز تليفون معاش يتكلم. يظهر لي عرفتوني على شكون نحكي وش نستقبله مع بعضنا. جعفور اهلا بيك خويا. لا اله الا الله، اقوى تقديم فيك يا تونس. شبي بابا وينك جعفور؟ بس عليك الجمهور يحب يسألك لاباس. الحمد لله يا ربي، ان شاء الله ربي يهنيك عرسك ان شاء الله 10 سبتمبر. اي ربي يخليك باش تكون حاضر. المستمعات يعرفوا اه باش تكون حاضر بيصير. اش عملت له ضربه؟ عمل لي ضربه بالوقت ديالك. 10 سبتمبر ان شاء الله. والله لا شيء بالبركه. شوف الضيف بالحق عزيز عليا برشا. خلينا نقول عاش محمد. بدايتي معاك كانت 2014، كنت خذيت معاك هكا لقطه صغيره في بيبليسيتي وقتها تاع فليتوكس. تافي توكس ولا كنا صورناه في بالفيديو وبرشا ظروف محلاه. من بعد عاودنا تقابلنا برشا ناموس وبرشا ناموس برشا ناموس استدعونا تعزيزات احنا وقت. وبعد حسيلو عاودنا تقابلنا 2019 هكا في الهربة. خذيت معك دور صغير هو لكن يشرفني برشا. واحنا زاد يشرف. ومن بعد بديت المسيرة متاعنا جعفور، بدينا اخترنا توجه اخر، بعدنا على الميديا، اخترنا توجه انه نرسمه على الحيوت وعلى الملابس وعلى السبيدريات، وبديت الانطلاقة مغادي نعم. نعم. وكانت الايامات هذيك محلاها جميلة جدا. جميلة على الاخر. اش صورنا على السبيدريات وسراول واش كلينا سب زادة من عند العباد. سيلش كله هون كله هون طبعا. كل هون احنا بشر. به جعفور ندخل معك ديريكت. ادخل ديريكت. يستحق يستحق. شنو هو اللي يستحق؟ انت تحكي على البرنامج تو. نحكي على البرنامج اللي كي قلت كلمه يستحق تو ما فماش تونسي ما عرفنيش على شنو نحكي، وما فماش تونسي ما هوش يتبع في البرنامج وما جبدوش اكثر من الضجه اكثر من شوف نقول لك عنوان البرنامج الساعة جاء بعد تجربة 5 سنين في برنامج صفي قلبك، وكانت الكلمة تتعاود برشا تتعاود برشا. انت علاش جيت؟ شنو تستحق؟ شنو يستحق؟ شنو يستحق؟ شنو يستحق؟ يستحق تستحق يستحق تستحق يستحق تستحق يستحق تستحق يستحق تستحق. 5 سنين نلقاها الكلمة اللي دايرة برشا في راسي. والتونسي يستحق يستحق مش من منطق المساسية، يستحق يستحق مخير الميريت. ثم ناس تستحق أنه نعرفوا بها، أنه نكرموها، أنه نحطوها تاج فوق الرأس، أنه نسلطوا عليها الضوء. على هذه الأرض هناك من يستحق الحقيقة. تونس بلاد جميلة برشا، بلاد غالية برشا، بلاد أنا برشا ناس يقولوا البلاد مشيت تونس مشيت تونس ما مشيتش. ثم ناس خيابت ومش الكل زاد راهو، ثم ناس خيابت وبالاحرى ما خيبوش، هما خايبين اما احنا اكتشفناهم مؤخر. ما تصورش واحد ولد اصل يخيب. لا لا هو خايب. فهمني؟ احنا من هبطت علينا ضبابه وكذا اكتشفناه بعد 5 سنين 6 سنين. ساعات واحدة تحكي لي تقول لي والله كنت مع فلان وقصة حب 6 سنين امان وطلع مش باهي. ما ثماش واحد طلع مش باهي. ثم واحد باهي ولد اصل، وثم واحد هو هكاك طبيعته ان شاء الله ربي يهدي الناس الكل. دونك يستحق هو برنامج نمشيو فيه للناس. وكل الحلقات اللي تعديت انا الاغرب من هذا باش نعطيك معلومه، ما ثم حتى كومنتير خايب، ما ثم حتى كومنتير يسب، ما ثم حتى كومنتير يشكك، حتى كومنتير نستفهم نستعرف. كنت تتوقع جعفر في الشو هذا كل كنت طبعا كنت اتوقع طبعا طبعا كنت اتوقع، لانه انا عملت تجربه قبل اسمها يد وحده في قناه التاسعه ما شافوهاش برشا ناس، ولكن قريت لي كومنتير وشفت اراء الناس. شفت اراء الناس، الناس يحبوا على تلفزه تشبه لهم، يحبوا على برنامج يشبه لهم، يحكي على وقح يشبه لهم، يشبه لهم في الوضعيه هذه في الظرفيه هذه. مانيش ضد البرامج الترفيهيه، عملت برامج ترفيهيه انا قبل
فهمتني، وعملت برامج اربح سيارة قبل فهمتني. نحس اللي كون الوقت هذا معناتها انا مستحق برنامجي يستحق، مستحق برنامجي اي انا مستحق البرنامج هذا، لانه الحقيقة الحمد لله يا ربي رضيت الله والوالدين. نحكيه تو ارقام معناتها الحمد لله، معناتها في ثلاثة صبر اراء، معناتها جعفر القاسمي هو الشخصية الاقرب للناس. هو الحقيقة للأمانة جعفر حتى لو كان أنت كنت تتوقع، ولكن ما فما حتى حد في تونس كان يتوقع النجاح الرهيب في الوقت الوجيز هذا متاع برنامج يستحق. عملت نعرفه جعفر، شفناه في برامج أخرى، وشفناه في الحوار التونسي، وشفناه في البرامج الترفيهية والبرامج الاجتماعية، ولكن النجاح الرهيب هذا متاع يستحق ما تخيله حتى حد. أنا نحكي لك هكا والله العظيم، وحكيناها في الكواليس، وأول مرة يظهر لي باش نذكره. التليفونات اللي تجيني انا على برنامج يستحق، على ناس تحب توصل الجعفر، راهي رهيبه جدا. نحكي لك هذا من الكابون برك، انا في النهار ما يجيونيش ما يكلمونيش، يكلموني خمسه سته من الناس. شوف، لانه الناس مستحقه بالحق، لانه الناس مستحقه بالحق. الوضعيات اللي عديناهم اجي اخويا كنت حاب نفصلهم وضعيه وضعيه، يودي يستحقوا بالحق. خالتك فاطمه ملوله والجبل كله تحرق، وناس عايشه في ديار محروقه وديار طايحه، ناس تستحق. برايك اللي شد السجن وخلص فهمني ولا ويحب يقيم بصغار وعنده ثلاثه صغار من ذوي الحاجات الخصوصيه يستحق؟ اسراء البنيه اللي من برج الصالحي اللي عديناها فهمني ولا في قريه برج الصالحي تستحق بالحق فهمني. ولاد حي هلال الملاسين يستحقوا بالحق. الحلقه اللي تعدت الجمعه هذه زوز اخواتي يعيشوا في جبانه نورمال. تعرف اكثر حلقه لفتت انتباهي؟ حلقه النقل الجماعي. النقل الجماعي محلاها وعاودت تفرجت فيها، عاودوها عملوا اعاده للحلقه مع حكيت مساعتين تاع الصباح، عاودت تفرجت فيها ونلقى روحي راقد الخمسه تاع الصباح. اي لانه الحقيقه النقل الجماعي فضاء، فضاء فيه حكايات وفيه روايات، فيه الام وفي امال وفي احلام، في واحد قصد ربي فهمني ولا ماشي باش يخدم، ولا ماشي باش يدبر خدمه، ولا باش يزور في السبيطار، ولا باش يتعالج. يعني انا الكل اللي صار في النقل الجماعي كوم، والحاج هذاك اللي طلع لعمر 91 سنه عمك بشير كوم اخر 91 سنه وقال لك ماشي نخدم ونهار حد فهمت، معناتها مشينا للناس. والحقيقه لهنا خلينا نشكر. وقت اللي كان حلم الناس انه يشوفوا جعفر، المراه اللي قاعده وتقول امنيتي لو كان نشوفه وتلقاك راكب بجنبها، الاحساس بالحق انا في الوقت في اللحظه هذيك لحمي قشعر. فما بالك انا أحساس. فما بالك انا يا ودي، انا راني كنت طفل صغير يا ودي، راه كي تخبيت بك الكابيوش الساعه نهارتها نهار بارد برشا، والوليد نتاع الصطافات الكريسي يغسل الكهرباء في اللافاج، خلي الكريسي مبلولين من اللوطه خويا، راه وضعيه كان نحكي لك ما نجمناش نقوموا، راه وضعيه ما نجمش نخرج الشارع، راه كان يضرب الهواء، راه وضعيه ما نجمش نحكي تو راديو الكواليس نحكي لك الوضع، الكلنا مبلولين فهمتني. ورغم ذلك ثم بليزير، ثم متعه، تروح فرحان تقول عملت حاجه، تقول عملت حاجه. انا الحقيقه في العمر هذي نحب لو ماكسيموم نعاون، لو ماكسيموم ندز، لو ماكسيموم معناتها نلقى حلول للناس هذوما. عبد الرحمن وحليمه اللي مشينا لهم للقروان، وين هم تو؟ عبد الرحمن وحليمه ان شاء الله الاربعه هذي باش تعرفوا وين. عبد الرحمن وحليمه وصلوا لميلانو، وصلتهم انا، وصلت الامانه لميلانو ما شاء الله، وصلوا وباش تشوف التطورات اللي صارت في ميلانو. وانا قلتها في مداخله مع ساعه سعيده، حليمه كانت تنزل 240 كيلو وقت اللي صورنا معها اول حلقه كي مشينا لهم. وتو؟ ملي وعدناها باش تمشي لايطاليا. كي وصلت لايطاليا ووزنت يكتشفوا اللي هي طيحت 30 كيلو وحدها. بركة. لانه الكل لهنا. الكل في المخ. معناتها بينسير، معناتها كان تلقى واحد مريض وتمدله يد المساعده وتقول له هات خويا يجي نمشي وحكايه فارغه، راه كله في الكلام. شنو تلفت لواحد ميت تقول له يا رسول الله الله اكبر، هاو مشى مشى، ولا تقول له لا يا ودي تقعد حكايه فيها، كله كلام كله مورال. برافو ليك جعفر على البرنامج، ان شاء الله ربي يوفقك، نتمنى لك كل خير. نتمنى تو هكا في شويه
نعرفوا ما فماش شكون ما يعرفش شخصية جعفر القاسمي، ما فماش شكون في تونس ما يعرف جعفر بالصغير بالكبير، ولكن أنا بطريقتي نحب نعرف شخصيتك. تفضل. مالغري أنت ساعد. نمشيو للشخصية التسويق. نمشيو للشخصية. جعفر. بابا. أنا باش نسألك أسئلة وأنت بتجاوبني عليها. تفضل. بإيجاز. والله نجاوب بإيجاز. شنية الكولور المفضلة اللي تحبه في شعرك؟ في؟ في شعرك. هاي مثلا فهمت. لورانجي. لورانجي به. علاقتك بكرة القدم؟ علاقة سطحية. سطحية. فهمتني؟ يسودها الجفاء. نتفرج نتفرج نفهم في الكورة. فهمتني؟ أما علاقة سطحية. سطحية. أول حاجة تعملها كتفيق منه؟ أول حاجة نحل فيسبوك. نحل فيسبوك. إي لا مريض وليت. أكثر إنسان قريب منك تو؟ أكيد باش تهرب على العائلة خاطر ماكش باش لا 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 أكثر ناس قراب لي تو ممكن في العمر هذا بنتي وولدي. بنتك وولدك. أنت صاحب صاحبك؟ كان صاحبي مش بوعملة صاحب صاحبي. صاحب صاحب. أي. ما تجبدش بأصحابك هيك. شنو ما تجبدش بأصحابك؟ ما تجبدش ما فماش صحابي يستحقوك ما يلقاوكش اللي يقولوا هما صحابك. لا نورمال مون لا. اللي إذا كان مثلا في الوقت مثلا أصبحت راقد ولا كذا فهمتني. تجبد بيه. أي لا مرة عندي رونديفو مع صحابي بالسبت. كلمتهم بالأربع قلت لهم وين؟ قلت لهم وين؟ بالأربع. كلمتهم بالأربع الصباح. فما صاحب مستغاض منك. مستغاض مني أنا؟ مستغاض منك. إن شاء الله أخوي سمع. تسمع الإكستريت شوف شنو قال؟ أي تفضل. سمعني سيد المخرج الإكستريت. شوف يا محمد جعفر صحيح صاحبي وكنت نغزر له بعيني كبيرة كنت حاسبه أخوي، أما جربته في برشا مواقف وبرشا حكايات ما لقيتوش. بقينا أصحاب أما اللي في القلب في القلب خويا محمد. جعفر صاحب مصلحته وبرشا طلع. نفرح له في اللي قاعد يعمل فيه الكل وربي يعينه. أما نحب نقول له حاجة برك، الدنيا يجي نهار وتدور يا جعفر. الله أكبر. حسبي الله قولوا حسبي الله ونعم الوكيل وكردنا بالحجر. هو يتناهدوا يتناهد من القلب. هو يتناهدوا وقال هو ديجا قال لك خلي لي في القلب في القلب. إيه هو علاش ما تنش مقصته في المباشر يتناهد طول. عرفت شكون ولا؟ عمر البلي. هذا عمر البلي. ما مش مستغاض منك عمر البلي. ما مش مستغاض مني مستحيل. هذه الساعة اسمعني كان سميت لي واحد اخر هذه ليه هذه بالذات ليه وما يعرفش يمثل الساعة فيه. يمثل طو مو شعفر يمثل بالله عاودوا الاكستريت ياسر تمثل قول له ياسر عمر البلي. شوف يا محمد جعفر صحيح صاحبي وكنت نغزر له بعيني كبيرة كنت حاسبه أخويا، أما جربته في برشا مواقف وبرشا حكايات ما لقيتوش. بقينا أصحاب أما اللي في القلب في القلب خويا محمد. جعفر صاحب مصلحته وبرشا طلع. نفرح له في اللي قاعد يعمل فيه الكل وربي يعينه. أما نحب نقول له حاجة برك، الدنيا يجي نهار وتدور. الدنيا يجي نهار وتدور مسلسل الدوار. ليه وظهر مزيكي جاي من النوم. لا لا كاستينج فشل. العمر عمر فاشل في الكاستينج. ليه عمر ليه عمر ديما يضحك. عمر الساعة من بين الناس اللي عندهم علي فضل، من بين الناس اللي عاونوني واللي وقفوا معايا واللي ساندوني حتى بالكلمة الطيبة. عمر راجل وسيد رجال فهمني، معناتها عائلته عائلتي. أما لو بالحق مستغاض منك مستحيل. وطبعا بعد نقولك علاش مستغاض منك. مستغاض مني على شنو؟ مستغاض منك وكهو. مستغاض. انا حكيت انا وياه استدرجته بالكلام وهو قال لي الكلام هذا يا اخي. علاش انت ماشي في تحب توجهها اللي هي مسرحيه يا اخوي؟ ان شاء الله يسامحني عمر على شنو مستغاض منه. وصاني هو لمحاله انا في كنت في ايطاليا على حاجه وجبت له. مازلنا ما تقابلناش. جبت له لا جبت له باهي مادام جبت له مالا نسمع عمر شنو قال فيك بالحق. تفضل محمد. الله يهديك فتفت ليك المصلقة تعمل فيه. جعفر هذاك المعلم القلب الحنين هذاك بالحق الصاحب صاحب بالحق بالرسمي كجعفر. جعفر راهو ينحيها من فمه يعطيها العبد ما يعرفوش خلي من صحابه وش يعمل معه. يا جعفر خويا توحشتك برشا طل علينا. وكان تعرفك صاحب صاحبك وتعرف خوك مليح عمر البلي ما يعني عمره ما يكون فيك كلام كيف نقاك. يا خويا طل علينا في المستيرة محضرين لك كسكسي بالصماص نستناو فيك نعرفك تحبوا الكسكسي. خويا ان شاء الله مبروك اللي قاعد تعمل فيه الكل ان شاء الله من نجاح نجاح. برنامج جديد راهو روعة كيف كيف السبكتاكل نتاعك روعة. ان شاء الله ان شاء الله نراك ديما في احسن من احسن الى احسن خويا وربي يفضلك.
شنو رايك في الكلام؟ صاحبي هاني قلت لك صاحبي شنو حكيت الكسكسي؟ كسكسي بالصماصم هذا يا خويا كسكسي في المستير شيء يدوخ. لما حسب ما نعرف مش بديت قصة الكسكسي مع إذاعة معينة ولا ما نعرف شنو مع إذاعة معينة؟ أول ما مشيت للسوسة ومستير والله نسيت. أما كسكسي بالصماصم يعملوا أخويا يعملوا الحم بالكسكسي هم مش كسكسي بالحم. ودي السمسومة قدك سألته عليها البارح وفسر هذه فسر لك فسر لي يتم مستمعين يعرفوا السمسومة الحم قدك مش نورمال مش نورمال. معناتها احنا الحقيقة نحكي لك معناتها فهمتني. وصارت مرة انا مضيفني مرة واحد معناتها راجل كبير في حومتنا وكذا فهمتني ولا وعنا عامين ما روحناش للبلاد وضيفني على كسكسي باللحم اللحم الباهية جات قدامه والله والله يا محمد دورت القصعة وراجل كبيرة ضربت لها ضربة هكا بصبعي جات اللحمة قدامي طلع اش قال لي وهو مضيفني وعنده سنين ما شافنيش ويحبني على الاخر قال لي والله لا تحشم قال لي والله لا تحشم غضبت كيفاش اللحمة كان مكمرها هو اما في المستير مريق اللحم والله مريق له عمر قالك انا توحشنيك برشا والله وانا زاد وانا زاد هذاك اخويا اللي ما جابتوش امي الحقيقة معنا برشا مشي نشبح به ان شاء الله ربي يسهل ان شاء الله ربي يسهل. جعفور نمشيو نلعبوا لعبة مع بعض نلعبوا بابا احنا عندنا لعبة كنت حكيت لك عليها من بكري اسمها كابتن موزيك به كابتن موزيكا اليوم اذا كان عجبت جعفور رئيسي اخذت المسار نتاعها بالنسبه لي انا اش تعجبني كابتن موزيكا كابتن موزيكا امريكي ليه نلعبوا كابتن موزيكا توت سويت اعطينا كابتن موزيكا خويا كابتن موزيكا تعرف الكونسيبت تاع كابتن موزيكا شنو لا ما تعرفوش نسمع موزيكا ونكبت شنو الغنيه اي ما نعرفهاش هذه انا نعطيك موزيكا وتكبت شنو الغنيه باه اعطيني ولكن مانيش باش نلعبها انا وياك واحد باه مش نستقبله معنا مسكين ما بكري ساكت ما قال حتى كلمة صابر القاسم اللي هو خوك وشطرك خلينا نقول هو ونجاح صبروش مرحبا أخوي مرحبا بيك عايشك لباس الحمد لله محلات أخوي واحد في الأصفر واحد في الأخضر عايشك جمعية شنية دي المرسى هذه القناوي عشنا في المرسى 14 عامنا تبارك متفق على فكرة على فكرة صابر أخوي أول مرة أول ظهور في راديو في تلفزة اليوم اليوم أي. أول مرة في التاريخ لأول مرة تحسب لي أنا معناها تحسب لي كنتي للراديو لأول مرة في التاريخ فهمني ولا صابر خويا قليل الظهور ما يحبش الظهور وما يحبش الشهرة وما يحبش الكاميرا وما يحبش الكلام فهمني ولا هو تقني سامي في المسرح الوطني من بين المفخرة هذا صابر خويا فخر فهمني ولا تقني سامي وكما قلت في التياتر ناسيونال عنده سنين فهمني و... ونحبه برشا 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 هو البرادروا السند الخفي اللي ما يظهرش انا نسميه الغاز دو فيل فهمني ولا اي اي ما ترى شيء اما النار تقدح ان شاء الله ربي يخليك صابر ان شاء الله ربي يحفظك النوارات زين ابو مالك باهي مادام صبر بحديك ومادام اول ظهور ومادام نقطه تتحسب لي انا تو دخلنا للتاريخ بابا دخلنا للتاريخ بالحق تفضل خط للتاريخ صبر يدك اليمين وانا نعرف العائله عن قرب نعم ونعرف علاقته بجعفر نعم وعلاقتكم كعائله كل ببعضكم الحمد لله ربي يبقى ليكم السلامه امين ان شاء الله ربي ينجحك ونحبكم برشا انت ونجاح صابر والوالد والوالد الله يرحمها ان شاء الله ديجا زيد تفضل ندخلوا في كابتن موزيكا ديريكت تفضل كي نقول لك لو فريغ دو ما ميغ ما شونجي شبيه لو فريغ دو ما ميغ ما شونجي ترجمها لي بالعربي شبيه لو فريغ دو ما ميغ لو فريغ دو ما ميغ ما شونجي خالي بدلني خالي والله برافو اي خالي بدلني نقطة تحتسب الجعفر ماله ماله عاد عائلة معروفين فرنسينا علاقتك مع اللغة العالمية عالمية عالمية بيان سور الأغنية هذه كانت طلعها برافو باه دونز اون اوغوز اوغ دونز اون اوغوز اوغ كملت كملت الأغنية شنو هي عاد هذه ساعة فعلي هذه برنامجي هذا برنامجي اللي هي في ساعة سعيدة في ساعة سعيدة صح ماله الجينيريك بتاعنا
ساعة سعيدة بدرك. اي ساعة سعيدة محليه جنيك. اي طبعا محليه جنيك. في بالك متين الشرجية هنا نسمع فيها. اي في بالك راح نتخنى البرنامج بغير جنيك. في بال واستعملت جنيك بتعرف ماك حلقتين. رفيقي سخيب لي فضلك قلت بجربي نبدأ بيها شوي. قال لي عمره ما صارت يودي للأسامي أساميكم للمنشطين. قلت له ميساج نحطوه خوي ونخد مع رويعنا يرحم والديكم تسلفنا ينهايرين وربي يعطاه خيره في جنيريك كبرنا قلوب. عمره ما صارت لا عملنا عملنا مهزة خوي وربي يعطاه خيره في جنيريك. في ساعة سعيدة سلم هف محلاه وجابوا بالضبط الريتم وريتم تحسن بتاع الوقت هذاك. حطيت محلاك في الغناء ليه نظن أنا مغنيش بالله. لا 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 ما تشوفوش جعفر عم كليب. لا 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 اسا حقا نعطيك معلومة عندي ميزة نعرف حدودي سيبيا. لا احسن لا. كلمة قلت. لا لا انا طبعا مثلا تصور مثلا انا قعدت مع ناس فرنسيزون وكذا وقاعدين يحكيوا وكذا ما نحكيش وعندي تكنيك نعملها ثم يبدأوا يتكلموا بالفرنسي وصارت لي مرة في المرسى يحكيوا بالفرنسي وانا هاي التكنيك والله قلت لك رحمة أمي لن نزيد كلمة ونعمل فازة زعمة زعمة باش قص عليه بالكلام. قل له أطون قل لي هو قل له فازي ما عندي ما نقول ايه نقول يا خيبة المسح كان قل لي فازي تكلم. أقسم بالله عملتها مع وزير الثقافة الفرنساوي والله العظيم ورسات في فرنسا. قال لي فوزيت لاكتور. قلت له وي وي. قلت نعطيه ثلاثة كعبة وي من بعد نعطيه كعبة نو كيما في برومو سبور. وي وي نعمل وي وي وزعما كي نسمع فيه وربعت له يدي متاع نحب نسمعك خليته لين استنزف روحه بالفرنسي وخرج الفرنسي اللي فيه الكل وكذا فهمني. بعد عندي جمل حافظهم عن ظهري قلب هذوك ما فيهمش كلام. قلت له الو جو مابيل جعفر القاسمي جي في ميز ايتود على انستيتيو سوبيريور دار دراماتيك هذه حافظها حتى شيء فهمتني. شفي ان اكتور انيماتور تيلي نطول فيها شويه ديك اي باش نخرج شويه نفس فهمني تيلي. هو يقول لي سي بيان. قول له سي بيان نزيد نعطيه نبلاسي له باش هو يزيد يتكلم اكثر. وكيما قلت لك نعطيك فازه تسلك بها بالفرونسي لو كنت غميقوا معاك بالفرنسي فهمني ولا طيش كلمه قول له سيري سي بروك. شنو نقول له سيري سي بروك كان سبك قول له سيري سي بروك والله كان شكر قول له سيري سي بروك. هذيك هذيك زاد خطفت يا سيدي. نقول لك مره هزيت ولادي معايا لفرنسا قلت لهم توا باش نمشيو لفرنسا قلت لهم نحكيو كان بالفرنسي. كيفاش؟ يا ودي صارت لي فضيحه. أربع أيام خويا ما قلت كان كريبتون فروماج فهمتني كان لا اللي يجي يقول بونجور يقول لي أنا بجعفور. البلاصة سكننا فيها كلها تونس في باب الخضرا. في باب الخضرا. إي يا ما نسلكها نسلكها. شوفوك مازلت مسلكها ولا مع الفرنسي؟ بيان سور. لا بلو غروند إيغور دو ما في. صابر أي معني راك بالمشاركة. لا بلو غروند إيغور دو ما في. هاي يتكلم صابر سيري سي بروك. قول سيري سي بروك. ايرور معناتها غلطة. لا بلو غروند ايرور دو ما في اكبر غلطة في حياتي. انا غلط والله. ها يعطيه الصح اكبر غلطة في حياتي. ثلاثة نقاط اكبر غلطة. وشكرا على الكلمات حلوة كلمات راقية جدا استقبال رائع. ما الغنية اللي بعدها تقول لو كافي تي غيان تورن توا ما تعاونوش عاد. لو كافي تي غيان تورن توا. لو كافي تي غيان تورن توا. شكون لو كافي تي غيان؟ قهوجي. قهوجي يا شو اسم تاع ذكرت تاع الجاموسي. قهوجي قهوجي دور قهوجي دور قهوجي دور قهوجي دور هتلقيه وتنقل برافو. اي اي طب باش نعطيك انا اي للكل طويك المخرج والناس الكل نبداو. نبدأ. إيل إيل ونو أو جو بوا ميديكامون. هو ولا لا ولا نشرب كاس دواء.
موائي مون امور وديزيري سون روتور. في السهرة معنا رب. لا اله الا الله. لا متجرسين معايا في كيفاش. كيس كونا او مون ديو. شبيني اش عندنا مع ربي؟ كيس كونا او مون ديو. هذه هاد رمضان الجاي. اش عندنا؟ هاي تشتاك باللحن. عطينا اللحن. كيس كونا او مون ديو. كيس كونا او مون ديو. Qu'est-ce qu'on a Saint qui judie sur moi. Oh mon Dieu, Eshbina, Allah Allah, Eshbina, Allah Allah, Eshbina, Khamsa Willik Misalina, Allah Allah. Je m'aime le Captain Music. Hey. On l'aime le Captain Music. Ah, toi, je n'ai pas dit que 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 insulte-moi et frappe maman, je te dis rien. انسلتموها هاي ال 100 دينار بسم الله الرحمن الرحيم كل طلعتها 20 20 20 20 انسلتموها اي فراب مامون جو تديريها لا لا اي ما في سبيكتاكل انا زاد بتاعي نعمل مقارنه قلت تصور كان الفرنسيسي واللي يغنيوا معاه في عروساتهم كيفنا نحن تصور انت عرس في فرنسا فوق استحنا تاليو مسيو فرانسوا معرسين وكذا وكاس كونا او مون ديو مش كيفنا يودي جونا وحده والله جونا وحده والله جونا جونا وحده ونمشيو توا كل الجو نقول لك اي فيرتيج اي فيرتيج وتراه ويجا جافر لحد الان عندك خمسة على خمسة صابر ماكش قادش اي صابر ابسون حشام شوية صابر عكس جعفور الغنية اللي بعدها تقولك لا في دو كارتي بيت الحي امبوسيبل صابر اتكلم يا جعفور اي انتق خويا بالله زيدوني تصفيق على صابر تصفيقة كبيرة على صابر عطينا ليك بنت الحي اخي صرحنا معها الاغنيه عليهم الاغاني بنت الحي به مازلنا في الجو التونسي اي تفضل مرحبا اللي بعدها تقول مون بير بلاجي بابا بابا بلاجي بحري بابا بحرين بابا بحرين بابا بحرين 6-1 لا عطولي مون بير دو بلاج بحرين زوز بحري بيان جافور ماشي مع ال فاصون دو بارلي نتاعي اي بيان سور بيان سور بيبي بيان سور نترجم فيهم مو مو الاغنيه اللي بعدها تقول لك جوغ ديغيغ جوغ يوم ورا يوم سميرة سعيد يوم ورا يوم دون سي بارين ارقصوا ارقصوا بالواحد الدار ذيقة
يا بابا يا بابا ارقص واشطح يا جعفور. الاكستري الاخراني كان طلعوا ونرجع لك 100 دينار اللي عطيتها لي. تفضل. مرحبا بك. مرحبا بك. تقول لك مسيو علي سيغ دو. ام علي مسيو علي ما تعاونوش خاطر 100 دينار اللي عطاها لكم باش نرجعها. سيغ دو مقصود ام علي بكفي عطيك كسر لي. مسيو علي سيغ دو حذامي ما تعاونوش. جهل ثم يا عم علي بجهل عم. لا لا مش سيغدو علي عزوز. علي عزوز علي عزوز سيدي علي عزوز عزوز سيدي علي عزوز سيدي علي عزوز عزوز صح. عسل عسل من البرنامج طحنا فيه وتخلص. سيدي علي عزوز سيدي علي عزوز شو والله الجزء الاول من كابتن موزيكا مشيت فيه 9/10 به عندك المعادل صبر عنده نقطه. الجزء الثاني ايه؟ باش نقلب لك انا باش نعطيك الجينيريك ايه؟ وانت تقول لي انا هو المسلسل الجينيريك وانا هو المسلسل. انا هو المسلسل نزيد صعب لك تقول لي انا عام المسلسل هذاك تصور. لا اعطيني شنو المسلسل. نعطيك شنو المسلسل. نعطيك شنو المسلسل. الجينيريك الاولاني سيده المخرجه حاضره. الجينيريك الاولاني انا هو المسلسل. اوكي بابا الجينيريك الاول توانسه ما توانسه توانسه المسلسلات كلهم توانسه ومسلسلات كلهم لاعمال جعفر القاسم. مسلسل الريحان طلعها الاجابه تعتبر السابق. انجينير صون يسمع برشا موزيك. اي مسلسل الريحان اخرج حمد يعرف اول تجربه لي في التلفزه عام 2001 هكاك 2001 الجينيريك الثاني سيدي. اخوه وزمان بعده بعامين تقريبا. اخو زمان حمد يعرف زاد حمد يعرف وجهه جندوبي ومله مسلسل اخو زمان نصر الدين سيلي تحفون برشا المسلسلات هما الحقيقه جمال. انا في كات فوكا المسلسلات اللي عاودوا فيهم الكل هذاك صارت لي في طرفه في الحلقه الثامنه. وجهه جندوبي جا خطبها رشيد ولد عمها اللي هو فتحي ذيبي تحيه كبيره برشا ليه. وجارتنا تصخيب المسلسل مباشر جات لامي يرحمها قلت لها قولي لجعفر خطبوها البارح معناتها في بالهم معناتها كي جارتنا قالت لي باش نمشي نخطب انا ليلتها قلت لها راه البارح خطباها وقولي لي في قال وضع اقسم بالله والله العظيم. لا جو لا جو جو لا جو وزنا واصلين مع جو الاكستري الثالث. الثالث بابا ماهوش الليل. اي مش شو اسمه هذا العمل هذا في 2004. لحظه شو اسمه حسابات وعقبات. حسابات وعقبات اي مثلت فيه سيكونس ليله راس العام وقتها نبكي و ميوزيسيان كمان جيتي مشيت لجمال مدينه قلت له ادخل معايا مال العام الجديد راني وحدي. ده الاكستريم اللي دخلت ان شاء الله ما يصعبش عليك. تفضل. أمان لا نشرة جوية حياته أمان حياته أمان حياته أمان حياته أمان اللي هو 2006 أي حياته أمان وقتها أنا طولت عليك المدة أنا اللي قتلت علي بنور وقت في المسلسل وشدوك شدوني وقت. الإكستري اللي بعده هذا أكثر إكستري تعرفه نتصور ديريكت باش تجاوب عليها. تفضل. هذه اكثر
الشخصية عند جعفر القاسمي كانت بالحق تجبدني في صغري. فاروق الطفل اللي مش شبالي شبالي الطفل اللي يتبع في شبالي وشبال وشبال حياتي فاروق في حسابات في شبالي شبالي ثم وعلي هالدورة دي شبالي مع بداية أحمد لندولس وأحمد بن علي وحلمي الدريدي شلة فيه مني مع عفيفة عفيفة والعز هيك ورثت عاد عفيفة تمتعت في الرزق ليالي البيض 2007 باش نهزك الجينيريك اللي بعده اللي هو زاد كنت محليك فيه وكانت من الادوار اللي تعجب برشا عطار وين مثل دار الغلاع دار الخلاع دار الخلاع الادوار المهمة زي اي حلو خفيف طريف يحكي ضريف. بالحق على التونسي بالحق التونسي في الصيف يحكي على دار الخلاع دار الخلاع عشناه نسكل نسكل فماش يكون في صغره ما يكريوش ويمشيو ما ثماش يكون ما دخلاش بدلاع زاد فهمني وقعد ست ايام جاء على نص نهار وما فماش زاد عطار ما خدمش على روحه في الصيف في جرة دار الخلاع جو دار الخلاع جينيريك اللي بعده حلوم قطع الخيول تكسر الحيول وتولي غبار كلمة تهيج البحور دوامة هي الدوامة هذه الدوامة دوامة 2017 هاي بعد بريود كبيرة من بعد التمثيل بعد من 2010 ل 2017 اي الحقيقة ما نحبش نظر في أي حاجة معناتها تدرس الدوامة يعني. مش حكاية تدرس الحقيقة ما نحبش شنو ندرس ما تحبش ليه مش ما ندرس ما ثم خواطر مثلا نقبل ليه ثم ظروف مش حكاية ندرس مانيش في مصر ندخلوا في جو السنوات الأخيرة مرة الجينيريك اللي بعده علاش عملت لكم حبوا تركبوا هالي ومشاكلكم ولا لا يمتاعي نحب نعيش ترونكيل على هتشاقي وفيا نحب نعمل بونكيف شهل البلاد هذية ونحب نسألهم الهربة تجربة حلوة برشا الحقيقة محلاها تجربة تجربة حلوة برشا سيت كوم ناجح جدا 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 الحقيقة العام هذا كان نتذكره بالكدا لأنه الحقيقة وقتها كريم الغربي وبسام في قمة النجاح 2019 والنجاح ما يتقاسش بالعمر ما تجيش مثلا تقول مثلا أنا عندي خبرة أكثر ولا فايتهم بالعمر أكثر دونك أنا باش يكون عندي أسبقية هذه تحط الحكارات وثم أشياء كيما مايونيز يا تخطفي ما تخطفش الهربة عامتها عمل سكسي اي نورم رغم اللي كيما قلت وقتها موجودة دنيا أخرى كريم وبسام في البارتي اللي مغادي من القناة وصورتو كريم نجاح في القسم يتلون بالشخصيات الكل اي اللي تجربة حلوة برشا الحقيقة تجربة حلوة برشا برشا وما نكذبش عليك جعفر فما مستمعين وفما مشاهدين وقت البريود هذيك نرجع لمواقع التواصل الاجتماعي فما ناس تمنيت لو كان فما الهربة اثنين لو كان ما جاتش الكورونا هل كان يمكن فما هربة اثنين والله هو الامل الوارد ينجم يكون موجود الهربة اثنين علاش ليه خاطر من اكثر اللي سيتكم من اكثر الحاجات اللي فكرت فيها انا ينجم يكون ثم الهربة اثنين غدوة ولا بعد غدوة ولا العام الجاي ولا بعد عامين فهمتني لانه الحقيقة قاعدة النهاية مفتوحة فهمتني والديول الحقيقة بيني وبين سفيان الدهش تعدى سفيان بالنسبة لنا يضحك برشا انا اعتقد انه في السنوات الاخيره سفيان ونعاود نكرر سفيان هو احسن كوميدي بالنسبه لي انا رانا سفيان الدهش بالنسبه لي انا طاقه رهيبه سفيان الدهش يضحك ياسر ما يعمل شيء عنده تلقليقه في وجهه كهذي تبدا تتلقلق نضحك انا اخويا سفيان الدهش يضحك ياسر يضحك وشوف خنفسلك حاجه انا مثلا باش نحاول نضحك نعمل مجهود ثم برشا غيري باش يضحكوا يعملوا مجهود قد ينجحوا قد يفشلوا سفيان داش بغير مجهود هيك هو كيك يضحك شوف هو ضمار يا روح
انا هاني قلت لك هذا رايي الشخصي كجعفر المواطن مش الاخصائي ونقيم والتجربه لي. سفيان الدهش يضحك برشا يضحك برشا تبارك الله عليه سفيان الدهش وبالتوفيق ليه زاد ان شاء الله. الجينيريك ما قبل الاخير جعفر تتفكروا زاد مليح الحجر الصحي. الحجر الصحي كان في التصوير وفي حمامات لهنا في الحمامات اي كنا عاملين كونفينمون وحدنا جيت انا اي غادي انا ركشين غادي ما خرجنا سكرنا على رواحنا فهمني ولا مده التصوير عملتوا سيتكو عملنا سيتكو فهمني كان معك وقتها طارق بعلوش طارق بعلوش اي اسمه سمير له له فهمني طارق بعلوش يجيبني من نابل الحمامات باش نجيب له الخبز اي لا يعملها لا وقتها لا يعملها لا يعملها ونعطيك ميزه في طارق بعلوش ينجم يعني تجيب الخبز انت دوب خلطته كذا يقول لك اسمعني انت راك نسيت كعبه يغرت سلاه قال لي انا نسيت حكه هريسه اي بدلال يعملها طارق قلبه كبير طارق بيه طارق طارق طيب طارق مخي هذاك خصوا له فقره كامله باش نحكيوا عليه طارق الجينيريك الاخير دائما ترى برود محلال وخلينا ما مدينا هيدينا عايشوا بك في الصوفي واللي حكرنا مسينا دمنا ما كلينا وكان المولى غالب بينا هاني لمت في الصوفي ابن خلدون. ابن خلدون ابن خلدون زاد من التجارب اللي جمعتك انت وكريم وبسام وسامح الدشراوي لطفي بنطقة بعد نجاح الهربة ودنيا أخرى تحس أنه كان فما نية متاع عمل مشترك بين الكوميديين هذا من كل والله هي الحقيقة صارت التجربة في فيلم مشكي وعاود مع قيس شقير تجربة مهمة ياسر اللي كانت يعني نقطة تحول طبعا 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 أنا أعتقد أنها ثورة ثورة جميلة جدا مش سهلة معناتها أنك تمشي الفيلم الشباك فهمني ولا وتبعد على فيلم السيناريست فهمتني وكل سينما بالنسبة لي أنا كل فيلم ما ينفيش الآخر هذا عنده ناسه فهمتني ولا مهم في البلاد فهمتني والآخر زاد كيف كيف جعفور انت سيدي فما صوت نحبك تسمع تفضل نقوله ألو ألو ماما هذه أختي قوينا هذه أختي هذه أختي نجاح وينك يا ماما لبيت ثم الكود متاع ماما هذا ماشي متام ماما الو راه عندنا كود في العائله كود العائله كود العائله فصلك التليفون كيفاش تصير الو ماما جو مريقل كان واحد من العائله قال لك الو من غير ماما معناتها يثم فلوس يثم من قلت له قصت هذه من غير ماما والله كيما نحكي لك راه الو ماما راه ولا انا نطلب بعضنا ميساج ماما كلمني من بعد جو مريقل كلمني بعد من غير ماما اذا كل اخته لا دونك هذه الماما هذه نجاح اختي اللي هي اختي الصغيره الحقيقه مش اختي فقط هي في مقام هي بنتي لانه نجاح طلبتني باهي برشا نجاح باهي برشا باهي لا باهي عندها زوج وجوه عندها وجه باهي عندها وجه بتاع الماما الله لي وريه الحبايب فهمني شنو رايك نجاح في الكلام اللي قاله برج الاسد تشوي والله يا محمد ساعه انت بحذاك زوج صابر وجعفر منيت تاجره في الزوج سند نتاعي في الحياه الاكسجين محبتهم كبيره ما عندكش فكره معنات مع وعندك خديجه اكيد والراس المال قسمه اما انا حبيت نقول كلمه حق ومش على حاجه خاطر يستحق جعفر نمبر وان في تونس في العمل الخيري هو ديما نمبر وان نجاح في كل شيء نمبر وان لكن هو في العمل الخيري ما ينتظرش المقابل الرتور هذاك ما يستنتظر فيه ما عند ربي سبحانه نحب نقول راني فخوره بيك فرحانه بيك ملغي فما برشا جحود برشا نكران تاع معروف برشا حاجات ساعات قلق وجعفر اما نحب نقول لك واصل راك هناني فخوره بيك انت صابر زاد ما عندكش فكره معناتها اللي شيء يعملوا فيه كنت نتمنى ان تكون موجوده هناني بحذنا اما ربي حبها واللي تعملوا فيه كل رحمه على هناني صدقه جاري على هناني يرحم هناني ويعطيكم الصحه
جعفر انت ان غون بيبي فرح في الناس الكل حتى كان على حساب روحك سواء من العائله ولا مش من العائله معناتها نشوف فيك انا مش فرحانه بيك انا نشوف فيك قدوه وقدوه للاجيال الجايه قدام سواء من ولادك من العائله الكبيره الصغيره سواء من التوانسه سواء من تونس وخارج تونس ما شاء الله عليك ربي يبقى عليك ستر نحبك برشا نحبك برشا 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 ونحب صابر برشا 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 ربي يخليكم ليا وان شاء الله يا ربي اللي جاي احسن ان شاء الله ان شاء الله عايش حتى احنا نحبوك نحبوك برشا كلهم يحبوك واحنا زاد نحبوك وملغري انت تعبتني برشا نجي حل النهارين الاخرين وانت تعرف علاش محمد حتى في الراديو تعبتني برشا في البريفي تعبتني برشا في الراديو تعبتني برشا تعبنا بعضنا برشا نجي حتى نحكيوا فيه هذاك في الاوف في الاوف خاطر قلت لك عندها الوجه الاخر فهمني جعفر ما يحبش يكشف وجهك الاخر للمستمعين الماما ذاك الوجه الاخر اما الماما لا لا والله لا انت ربي يبارك لك يعطيك الصحه وبالحق معناتها حاجه نجاح ماش سامحني كيفاش نقول اي انا باش نعطيك معناتها باش نعطي حاجه العلاقه ما بين جعفر ونجاح علاقه عجيبه وغريبه معناتها ما بيناتهم اطروت ما نجم يدخل حد بين جعفر ونجاح اوتوروت هذا السر ما يعرفوش برشا بيان سيكوريزي راهو يستحيل تعمل فيه اقل اكسيدون اما تدخلو كان جعفر ونجاح كلام مشفر هذا جعفر شنو رايك؟ اي دخلنا في الحرب العصابات تو بحق معناتها نجاح إيه. تحسوا تعرفني خاطر هي اختي تعرفني أي. تعرف لي يقلقني وتعرفني مثلا ساعات نبدا مبتسم تقول لي انت تفلم انت توقعت نفق في روحك انت لست سعيد فهمتني ما تعرفني تعرف الديتاي ما انسان تخلي يعرف الديتاي يعرف الجزئيات يعرف وقت اللي انا مثلا نعطيك مثال كي نتغشت شنو هي الاخوات اش معناتها اخوات معناتها تحسني ثم اخوات اسمهم هاك ثم اخوات اسمهم هات ثم اخوات تحملوا مسؤوليه هزوا قضيه العائله الكل عدى حياته الكل هاك 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 عمره ما سمع هاك على روحه عمره ما قال هات رغم انه ينجم يكون اقل فلوس منهم من اخواته اقل صحة منهم اقل تعليم منهم اما عد حياته الكل هاك وثم اخوات ما يعرف كان هات فهمتني دونك شنو هي الاخوات الخوة راك تحسني كيما هات اعمل ضربة هاك حتى بالكلمة صحيح حتى بالكلمة ضربة هاك راه مش تحكي فلوس كيما هات اسمعني مثلا هات احضني هات كذا هي هاك زادة انا زادة مستحق اللي مديت لك ما عندناش مزية على بعضنا دونك الاخوات ما تحكي لها حتى شيء يا تحسني هذيش معناتها الخو هي هي ماكش خو دونك انا هذاك علاش يقول لك احنا الحقيقة ربونا الوالدين انه نحسوا بعضنا رغم اللي مختلفين تماما في الطبيعة صابر مش كيما نجاح مش كيفي انا فهمني ولا مش كيما خديجة اختي زادة اختي الكبيرة اللي هي الحقيقة قائمة بكل شيء اختي معناتها هي اللي في الدار قامت بامي في اخر اياماتها وهي تو مع بابا فهمني ولا معناتها كل واحد من تلاه حاول يركب البوزل هذه ان شاء الله ربي يبقى علينا الستر ان شاء الله ربي يفرح الاخوات والله يفرقهم الستر وربي يفضلك ليهم نجاح انت زادة وتبقى تيجي على روسهم نعرفوا الاخت ديما هي اللي تحن القلوب بتاع تذكر على بعضهم والاخت ديما سند الخوها وان شاء الله ديما نشوفوك متألقة مع جعفر الأخير ما يعرفوش زاد الناس اللي نجاح زمن جعفر وين يمشي ديما هي يده اليمين وديما هي السند الاول ليه هي وصابر خوه ربي يبقى عليك من الستر وربي يفضلكم يبعث لكم كعائله يا محمد ربي يبارك لك شكرا ليك نجاح ربي يخليك جعفر سيدي عندي فقره كباراتزي ما نجمش كل ما يجيني ضيف ما نعملهالوش مستعد للكباراتزي اي مستعد للاسئله الجريئه اي جريئه سا دي بوش جريئه الاسئله الجريئه جعفر فما ليله وانت مروح في اللوطوروت تحت بان كلمت رموركاش كاي تونسي وانت واقف تستنى في الرموركاش باش يجي تعدى واحد معروف في الدومين في الميديا
قال لك شبيك؟ قلت له راك طايح بان. قال لك سامحني ماكش في ثنيتي خليك تعد. شنو الحكايه؟ الحكايه خليني تعد. خليك تعد. اي ما عندكش عليها تعليق؟ لا ما عندك حتى تعليق. اي خطر تعدى هو. نمشيو للي بعدها. اي اللي بعدها. فما مره وانت داخل تعرض على مسرح في بلد اوروبي العرض مازال درجينه يبدا ولكن جعفر مازال ما دخلش للمسرح اصلا. السؤال هنا علاش وقفك الحاكم في الباب وطلب منك التيكي وانت ضارب فوق الساعه ما لقيتش كيفاش تفسر له اللي راك انت الممثل اللي باش تعرض؟ لا مش ضارب ساعه، هذه مبالغه. الساعه هذه لك يا لك يا ساعه باش تفسر له اللي انا شفي الاكتور. لا اما هو الرجل معناتها سيكوريتي كبيره فهمتني، وانا ثم اسباس من تالي مسيب معناتها فهمتني، نخرج في الاسباس خاطر نتنقل داخل خويا كلوستروفوب فهمتني وكوليس صغير وكذا، خرجت من الاسباس اللي من تالي فهمتني. كي خرجت من الاسباس اللي من تالي الباب ما يتحل كان من الداخل، اتسكر علي الباب من الداخل، دقيت في فرنسا دقيت ما عنده حتى معنى فهمتني. دقيت 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 وهو كوليس وحدي انا في الكوليس فهمتني، وليت خويا تشعبط مش ياسر فهمني، ولا ثم بارتي حسيت نقصت بارتي ماهيش ياسر، وعاودت دخلت من الباب تاع لونتري. قالوا كذا تيكي؟ قال لي راهو كومبلي مسيو كومبلي. قلت له كومبلي شنو هو الحاج؟ قلت له انا فهمتني مول المول فهمتني. قال لي ابون. قلت له والله. قلت له احنا عندنا كيك طقوس في تونس ديما نخرجوا نشموا الهواء قبل العرض فهمتني، ما حبيش نقولوا راه تسكر علي الباب فهمتني. لقيت دخله. المهم لقيت دخله ودخلت فهمتني، ودخلت لهم من الكولوار من الوسط وكانت اوريجينال على الاخر يستناو فيا من قدام. جيت من تالي هذيك فهمتني، شعل الضوء وكذا يا ودي اللي جابني للعرض قال لي جعفر ماكش نورمال قدكش كرياتور، قال لي تبارك الله الفاز، قال لي كيفاش جات لبالك؟ قلت له خدمت عليها. وانت بالحق خدمت عليها. انا صرت في المسرح في كارتاج في مهرجان صيف تاع كارتاج مسرحيه، نعرض المسرحيه وعندي دخل نقول نجحت 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 نجحت. هذه ساعه ذكر السين بتاع المسرح كلها سرد، انا دخلت نجي المسرح كل معبي ثم يجي 10000 يتفرج. نجحت 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 زلقت جيت تلتخت لطخه عمرها ما صارت، كي تلتخت في عود راس كاس الجمهور عشان مسرح مخطر كملت. قلت له نجحت واك هكا وانا راقد واي. بعد العرض جاني واحد قال لي جعفر بخافو اقسم بالله تقول طحت بالحق. قلت له ريت، قلت له ريت مش بشرق. قال لي والله كيفاش سك تهزت وتطخت؟ قال لي جيت على ظهر. قلت هذيك محلاها. قال قلت له برفنا عليها وانا وقتها ظهري سطر فهمتني. ظهرك سطر. لكن نحب نرجع لك الكلمه كيفاش قلت له انا مولى العرض بالفرنسي؟ الوغ مسيو قلت له سيري سيبروك سيري سيبروك سيري سيبروك. سؤال اخير اخير. فما مره في العاصمه وانت واقف هبطت لك امراه اون فام دافير من كانها مضخمه برشا. اي انت توقعت منها باش تسلم عليك يعني وتعمل معك تصويره. يا اخي هي صدمتك بالكلام تاعها في وقتها، طلبت منك باش تعاونها وتوصل صوتها. وقتها انت جاوبتها حرفي، قلت لها وخيتي انت موجلتك تعاون تونس الكل. اه متذكرهاش دي خطانا من المشاكل. ما نذكرهاش ما نذكرهاش خطانا من المشاكل. ضحكنا لعبنا عملنا جو. لكن بار كونتر عرضتني مره مره مضخمه برشا من كهرباء، مضخمه برشا حاله الكهرباء غزرت لي حاجه ملفته للانتباه وانا واقف في المسرح البلدي وين الجيشي وكذا نتفقد في التساكر فهمتني. جيت قلت لها لحظه 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 فهمتني. بعد عيطت لي قالت لي ما عادش نوقف الكهرباء اما تجيني لحظه. مشيت بكل فخر واعتزاز قلت لي بربي سامحني سامحني كان عيطت لك مباراه وما نجمش. قلت لها عايشك وديت نعمل لك قلت لي بربي تسكر تامر حسني وين؟ بيون 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 هذه الموسيقى اللي تجي الموسيقى مصاحبه فهمتني تسكر تامر حسني. اي باهي نمشيو للجانب الخفي من جعفر. الخفي انت ايش خليت برا الخفي شنو؟ الجانب الخفي من جعفر اللي هو الجزء الاخير من الحوار نتاعك اليوم نعم. معنا نعم نجاح حكينا عليها بما فيه الكفايه. نحب نسالك على علاقتك بصابر خوك. علاقة انا السيد هذا نحترمه. هو اخوك الاكبر؟ هو اخوي الاصغر. الاصغر اي اصغر مني
فهمتني، نحترمه برشا برشا برشا. وين نتمنى مثلا باش نعطيك القوه، نتمنى لولدي ادم فهمني ولا يكون في اخلاق صابر خويا، وفي التزامه وفي انضباطه وفي صدقه. هذا الرجل محترم جدا، ما يقلقكش كي نسمه. مساش رجعنا التصوير محلاه كي نسمه، كي نسمه ما يقلقش، مرهف الاحساس، يحس هذا مثلا يكلم بلا موجب، ما يطلب شيء، حتى شيء. الو شنو احوالك؟ صفا لاباس؟ جعفور شرفتنا من الحلقه البارحه، اي نهارك طيب سلامه خو؟ لا تما لا تما، اي خو الخو بالحق. ما مسالش نجاح في كلمه مالغري حكيت عليها برشا. نجاح كيما قلت لك ظهري اللي متك عليه، سري، كل شيء تعرف، سند، تعرف كل شيء المعقول والغير معقول، كل شيء، كل شيء، الصندوق الأسود، كل شيء. والسند هي مديرة أعمالي الحقيقة، قائمة معايا بالواجب، إن شاء الله ربي يفرحها. إن شاء الله يا رب. رغم المشاغل الحياة تحس روحك مقصر شوية في حق والدك؟ ممكن. علاش؟ ممكن الالتزامات والخدمة والتصوير، ممكن. أما حسيا وعاطفيا هذاك الملهم، هذاك الرجل الملهم، هذاك الشخصية العظيمة اللي حلينا عليها عيننا، هذاك تونس بالنسبة لي أنا، هذاك رمز التضحية، رمز الحب، هذاك البو اللي يتوجع وما يبكيش، عمره ما حسسنا بالعجز، عمره بالعمر. ودي شيء كبير الرجل ذاك، درس دروس لتو للحظة هذه وفي العمر هذا، إن شاء الله ربي يطول في عمره، برشا دروس إن شاء الله ربي فضله وربي يطول في عمره. قولك حاجة في تواتر الخواطر أنا وياه، مش نحكي لك حكاية. أمي في الأيامات الأخرانية، الأربع أيام الأخرى، مريضة برشا، وثم إحساس أنه باش تفارقنا، حسيناه، جانا في الدار إحساس، بدينا نخمو. إحنا من مدنين، وأنا تشرف أنه تولدنا في مدنين، قرينا شوي في مدنين، تحية لأهالي مدنين الكل، نتشرفوا على الأخر، وقديش نحب مدنين، ومن لا موطن له لا وطن له، نعتز بجذورنا، خالاتنا وعماتنا وجيراننا. ولكن أنا كنت أتمنى أن أمي تدفن في تونس، رغم اللي عندنا مقبرة في أم التمر، فهمني؟ فالشعور هذا حبيت نوصله لبابا أنا. ولكن شي قبل أربع أيام من وفاة أمي وتحكي على موت ودفينة وكذا، كأنه فيه الخايب، أنا عندي الشعور هو عنده الشعور. فقلت لبابا هي نعمل قهوة، مشينا نعمل في قهوة، بدينا نتمشاو وباش نخرج له الكلمان، شقول له يا بابا لو كان لا قدر الله بعد عمر طويل أمي توفيت ندفنوها في الزلاز، نحب نزورها. قلت له بابا باش نحكي معك في موضوع، قال لي قبل ما تحكي معي جعفر باش نقول لك كلمة، راك راجل وتفهم. قلت له، قال لي لا قدر الله بعد عمر طويل نحن نحكي، أقسم بالله العلي العظيم كانت توفيت أمك راني ندفنوها في الزلاز. يعني اللي كنت باش تحكيه أنت يا بابا؟ قلت له مش بدولك ديالي. قلت له يا بابا، توفيت فعلا ودفناها في الزلاز، ان شاء الله ربي يرحمها. أمي هناني الله يرحمها، شنو هو نقص بعد رحيلها؟ نقصت اشطر الدنيا، اشطر الحياة، اشطر الأمل كمش أكثر، اشطر الفرحة كمش أكثر، السعادة. ولكن خليت أشياء عظيمة. أنا نعطيك حاجة زد عمري ما قلت، أنا هي ذكرى وفاتها كل يوم واحد في ذري، ممكن طول عباد شي يقول يبالغ، ذكرى وفاتها كل يوم واحد في ذري، توفيت يوم واحد في ذري، أنا كل يوم واحد في ذري تجيني هدية، سبحان الله، أقسم بالله العلي العظيم كل يوم واحد في ذري. عندي أزمة مالية وصرت عندي مشاكل وكذا، يوم واحد في ذري
تصير لي فرحة. قول يا إلهي فهمني كي غيابها غيابها لم ما تموتش. قالت لي مرأة في التلفزة لم ما تموتش ما تموتش جسدا لا لا يا ناس أجساد بعضنا مرة وهمش مش قضية جسد. المرأة هذه ما تموتش هذه جابتني جابتني للدنيا المرأة هذه وتعذبت بي وأنا وأخواتي وجابتنا وضحات و... وأسمع وعندها ميزة وقت اللي مهزين دخلينها للبلوك أمي لا ترى عمين ما تشوفش لحظة 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 تذكر لحظة تقول لحظة لبسوني لونسومبل الروز تدخلوش بعضكم تهزوني شكة في الربا هذه رمز متاع أمل وإنرجي وطاقة. أنت أكثر واحد تشبه له جعفر. إي إي جعفورة راس الكورة تعيل. كي تراجع روحك شوية إي تحس روحك قصرت معها في حاجة لا. حتى بصرت لا. لا 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 هو إحقاقا الحق لا لا في بريود مرضتها في البريود معناتها صحيحة معناتها جعفر كلمة حق تتقار. جعفر سايب دوره القدم نحكي لك حتى ماديا ماديا معنويا نفسيا ما نحكيوش ثيف رضي يا ودي لا لا فما لا فما حاجات تتقال لا 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 نعرف اما جعفر ايه لا لا الكل لا لا معناتها صديس صبروا شيء عمل كل شيء لا عمل كل شيء فما حاجات جعفر غشتهم عليك هكا حتى غش صغير لا قاعد وانت حزين لا 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 كان يتعاود فيلم حياتي نعاود نعمل نفس الشيء لا غلط أخطاء بسيطة جدا عمري لقلت لا أنا. عمري لقلت لا وبش نربح عمري لقلت لا ناس يقول لك بعتها ياسر الشعبوي ويحكي على أمه وأخوي لو كان حديث عن الأم الشعبوي أنا ملك الشعبوي أمي أنا كلمت لكش أمك نحكي على أمي ما تسمعنيش زابي انا مش نحكي على امي عمرها ما شقروي هاي كرم في امه هاي كرم في ابوه مش نكرم بابا في بيت البانو في البركون في المرمى في التلفزة في الراديو برضو في التاكسي في الشارع بابا انت تعرف بابا شو عمل معايا انا راهو اللي نعمل فيه الكل هذا اقسم بالله الكل على خاطر بابا وامي ربي الفوق وبابا وامي ما يهمني في حد حتى حد ربي الفوق يعرف يعرف خفايا الصدور خاطر ربي سبحانه لو كان جيت انا نتزلبط لا تقرا لا تكتب ربي ما يعرف يمهل ولا يهمل يجيبها لي فهمتني دونك الحقيقه انا في العمر هذه ما عاد يهمني حتى راي حتى راي حتى راي ربي الفوق ارضاء بابا وامي تعرف علاش لانه عندي اولاد ومن اللي جبت الاولاد فاطمه محمد من اللي فاطمه ادم من اللي اي من اللي جبت الاولاد زدت فهمت الكونسيبت شبيك شغلة لم حيرة البو ولدك من اللي عمره 6 سنين وكذا وتشوف فيه وصل وليدات يفك في بلاصته ولا بعد يدخل للمراهقة تبدأ تتبع فيه في لبسته في مشيته في مسؤولية قدام ربي باش تحاسبوا عليها بنتك كيف كيف إن شاء الله ربي يرحمها عايشك وربي عايشك عايشك الميمات الكل عايشك أمين بجرب العالمين وربي يرحم الأمهات الكل اللي توفيوا بالحق شرف كبير كبير برشا ليا اللي كنت ضيف معي اليوم محمد شرف شنو هادي خويا وصديقي عادي عادي ونحبك برشا عايشك وأنا زادة سير سبروك جعفر الصادق جعفر خيك صاحب جعفر البشر البشر جعفر البشر غلطنا وزلطنا وصلحنا وباش نعاودوا نغلطوا باش نعاودوا نغلطوا باش نعاودوا نصلحوا الى يوم الدين ربي يخليك شكرا ليك جعفور برشا توقعوا هكا واستناوا بليتو صبر الحوار هكا باش يكون على ستيل اللي تعودوا به لا 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 الجو والله يجاوب به كاين محدث تحت الحيطه مريقلين حديث قاعد اي هذاك يحبوا لعبيدك خاطر كله سبونتاني والله وللامانه أيه. وللامانه والله العظيم جعفر اللي في باله بحتى شيء لا ملي باش نساله لا باش نحكي ولا على حتى شيء قال لي عوم بحرك لا. وهاني معك لا تعطيني اسئلتي لا تعطيني اش حضرت ليش ما حضرتش بالحق هذا الحوار اللي نحبوه مشكور برشا جعفر كلمه الختام نخليها لك انت يعطيكم الصحه مرسي الفتيات الجميلات انت محاط بفريق جميل ان شاء الله ربي ينجحكم ومازال بكري شويه وان شاء الله رمضانكم مبروك ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير
لهنا فريق الإخراج والإعداد والإنتاج، شكرا للراديو المتميز هذا، وشان نكون في الظل تحية للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا الكل، جيست اللي يسمعوا فينا خارج حدود الوطن. أنا بشكون نهار 16 في نيس ولودي 7 إن شاء الله بشكون في جنيف مسرحية الدراب إن شاء الله. وجمهورنا بالإسهل توي نجاح رمضان خويا تكتك وأنا موجود رمضان نعمل عروض أي في رمضان 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 ان شاء الله استناو جعفور في ولايه نابل ان شاء الله ان شاء الله. شكرا ليك جعفور صبروش خويا، ما نجمش نختم غير لنعطيك كلمه الختام. عايشك وبارك الله فيكم. انت جندي من جنود الخفاء قزدفيل. نعرف صحيح شنو صحيح القزدفيل ولا الجندي؟ اي جندي نعرف، معناتها اش معناتها الامور التقنيه والامور الفنيه. جنود الخفاء يعطيهم الف صحه زاد البنات ومحلاكم. يعطيك انت زاد الصحه وربي يخليكم لبعضكم وربي يفضل لكم النجاح والوالد زاد ربي يطول خديجه زاد اختي الكبيره ان شاء الله ربي يحفظها ان شاء الله. خديجه زاد ربي يفضل لكم لبعضكم على كامل ما احلاكم. شكرا ليك، شكرا ليك جعفور، شكرا ليك صابر. احنا مازلنا موصلين معكم بعد شويه في كاب كيدز مع حذمي بوسيبا.